احتضنت كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية ورشة عمل بعنوان تطبيقات تقنية النانو بالهندسة الميكانيكية والكهربائية، وتعرض فيها سلسلة من المحاضرات التعريفية. وللإطلاع على تطبيقات تقنية النانو ولنتعرف أكثر على هالموضوع معنا الدكتور فواز المفضي، رئيس قسم هندسة الإلكترون والاتصالات بجامعة دمشق، قسم الهندسة الإلكترونية والاتصالات، وأيضا المهندس زياد عساف، عضو مجلس نقابة المهندسين بدمشق. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. بالبداية منعرف أنه دخلت الحضارة الإنسانية بعصر جديد، عصر تكنولوجيا النانو، في سنة التسعينات. والنانو هي أصل كلمة إغريقية، نانوس هي مشتقة من نانوس، وهي يعني تعني كل شيء صغير. ممكن نتعرف أكثر على تقنة النانو؟ أول شيء صباح الخير للجميع وللمشاهدين. أهلا وسهلا فيك. قبل ما نحكي نحن بالتقانة، هو لابد نعرف شو التدريج تبع النانو. هلا النانو هو يعتبر يعني المستوى الذري، يعني المستوى المادي، اللي نحن بنعرف المادة تتكون من ذرات. فلما نحكي مستوى نانو أتو نحن عم نحكي على المستوى الذري من المادة. هلا اذا واحد بده يحب انه يتعرف عليه، النانو هو بيمثل 10 قوه ناقص 9 او 1 جزء من البليون من المتر، يعني هي 10 قوه ناقص 9 نحن بنسميها اذا كحساب، يعني 1 من المليار. فهي بتكون يعني اذا نحن شفناها، اذا واحد تعرف عليها، هي سماكه شعر الانسان هي 25000 نانو. وبالتالي ممكن نتصور قديش النانو هي شغله صغيره كبعد. هلا لحتى نكمل تعريفنا للنانو، بعد ما نحن عم نحكي عن المستوى الذري او المستوى النانوي اذا بدنا نسميه، فبنعرف التقانة انه نحن نبني مواد، تجهيزات، نظم، الابعاد تبعها او مستواها الفيزيائي كابعاد هو من مستوى النانو، وبالتالي هي متناهيه في الصغر اذا نحن حبينا متناهيه في الصغر. وهي النقله اللي صارت من الميكرو الكترونيكس او الالكترونيات الميكرويه الى الالكترونيات النانويه. وحاليا حقيقه في تفكير بالانتقال لشيء اسمه تكنولوجيا الفيمتو، اللي هو لسه اصغر من النانو. فالشيء الاساسي فيها هو انه نحن ننتقل، نبني مواد، نبني تجهيزات ابعادها الفيزيائيه هي من رتبه النانو، هذا الاصل فيها. لكن كيف بيتم تطبيق تقنية النانو؟ هلا تطبيقات، اذا احنا بنحكي بالتطبيقات حقيقه هي لها مجال واسع جدا من التطبيقات. ففي الزراعه مثلا، في الطب، في هندسه الالكترونيات، في الحواسيب، تقريبا هي شامله لكل شيء. لذلك يمكن هذا كان انعكست على الورشه اللي هي اخذت تقريبا اكثر من اختصاص او عده اختصاصات جمعوا مع بعضهم، والكل عم يحكي بالنانو تطبيقاته من وجهة نظره هو. فأنا بذكر مثلا كان في تجمع سوريا الأم على مدار تقريبا عامين، هن جمعوا المحاضرات النانو من أكثر من كلية، من الطب، من الصيدلة، من الزراعة، من كلية الهندسة. طبعا الهندسة لما بنحكي فيها هي بناء، بنحكي هندسة ميكانيك، بنحكي هندسة الكترونيات، بنحكي هندسة اتصالات، كلياتهم جمعوا عامين على مدار عامين محاضرة بمعدل أسبوعين محاضرة. حبينا هالفترة هاي اللي مبارح الورشة إن نجمع نحن محاضرات كليتها اللي تمت في هذا التجمع ننقلها في يوم واحد، حتى تكون صورة واضحة لتقانة النانو لأساتذتنا، لطلبتنا، لمخابرنا. أستاذ زياد، إذا بدنا نعرف دور نقابة المهندسين في عملية التطور العلمي والتكنولوجي شو هو؟ نعم، نحن مثل ما حكى الدكتور عن هذا التطور في مجال تكنولوجيا النانو، نحن بنعرف انه نقابة المهندسين بيبدأ دوره بعد ما يتخرج المهندس. يعني مما شك فيه انه الجامعة والأكاديميات العلمية إلى دور بإنشاء البنية الأساسية التعليمية للمهندس، لكن ببلش دور النقابة بعد تخرج هذا المهندس. نحن لحتى نحط هذا المهندس في ضمن ساحات العمل ومجالات عمله، لابد من أنه نأهله، ندربه، لابد من أنه نتابعه، والمتابعة بتكون خلال عمليات التطوير العلمي والمهني والتدريب المستمر.
بناء على ذلك نحن كنقابة مهندسين قامنا بكثير من الدورات وورشات العمل بما يخص هذه العلوم وهذه التكنولوجيا. يعني مثل ما حكى الدكتور فواز، نحن على مدار سنتين استقبلنا عدة محاضرات في مجال تقنية النانو، مو بس بمجال تقنية النانو، بالمجالات المختلفة، لأنه العلم ما هو محصور بس بجهة واحدة، لكن إلا أنه تكنولوجيا النانو كانت هي تكنولوجيا متطورة جدا، وهذا تطور حتمي لمسيرة التطور التاريخية. نحن بنعرف أنه بلش تطور من يوم اللي اخترعوا النار، بعدين البخار، بعدين التجهيزات الميكانيكية، ومن ثم وادي السيليكون، ومن ثم كثير من التطورات والتغيرات اللي حصلت. فنحن كنقابة نسعى دائما لربط مهندسنا بالمعلوم أو أعطاء المعلومات الحديثة اللي عم تطلع بالعالم. في كثير من المعلومات، في كثير من التطورات العلمية، في كثير من الأبحاث اللي بتقدم لنا حلول تساعدنا بأنه عملنا يكون أسهل، يكون أفضل، يليق ببلدنا. أكيد بلدنا سوريا عم تواكب كل تطور علمي عم يفيد طلابها وعم يفيد الخريجين. نحن رح نكفي حديثنا معكم، لكن رح نشوف أجواء ورشة العمل ونرجع. الأهمية تتعلق بأنه نحن هذا العلم هو جديد، واليوم نحن في عصر تطور تقني وتكنولوجي، فيجب أن يكون لدينا الفكرة الكاملة عن هذا الموضوع، وخاصة الأساتذة عندنا في الكلية والباحثين من خارج الكلية. حتى الحقيقة الورشة تحتوي على كثير من الزوار في مختلفين. الندوة اليوم عن تقنة النانو، يعني تعريف بتقنة النانو. شو هالعلم هذا كعلم؟ هو مو جديد طبعا، يعني طبعا يعني موجود بالقرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، واستخدامات تقنية النانو استخدامات واسعة جدا في أي مجال صناعي هندسي، في مجال طبي، في مجال حيوي، في مجالات متعددة. حضورنا لهذه الندوة العلمية هو للتأكيد على التلازم العمل والتنسيق بين النقابة وجامعة دمشق، ممثلة بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، مما لا شك فيه أن هذا العلم من العلوم الحديثة والمتطورة جدا، وهذه العلوم لها تطبيقات عملية في كافة المجالات، سواء الفيزيائية أو الكيميائية أو الطبية أو الميكانيكية. هيك ندوات علمية عن مجالات حديثة هي كتير مهمة لتعريف جمهور الطلاب وطلاب الدراسات العليا والمهندسين والباحثين بمجالات عمل جديدة، وأعطائهم أفكار لمشاريع تطبيقية أو بحثية. هلا دكتور، مثل ما تابعنا ورشة العمل، ممكن نحكي عنها وأبرز المحاور اللي تم طرحها؟ حقيقة بالأول كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية فيها 9 أقسام، فحقيقة تم انتقاء المحاضرات من أقسام مختلفة اللي هي جزئين، الميكانيك والكهرباء. طبعا البداية كانت مثل ما شفنا في التقرير، كانت البداية هي محاضرة الفيزياء، لأنه طبعاً دائماً نحن ننتقل من العلوم الأساسية اللي هي الفيزياء، ثم ننتقل للاستثمار اللي هو عادة الهندسة. فبدأنا محاضرتنا من قسم العلوم الأساسية اللي هي محاضرة الفيزياء، انتقلنا لمحاضرة في المعادن أو تطبيقات النانو في المعادن. المحاضرة الثالثة كانت تطبيقات النانو في هندسة الغزل والنسيج، اللي هو عندنا قسم موجود في الكلية.
السيشن الثانية أو الجلسة الثانية هي كان فيها كمان ثلاث محاضرات اللي هي كانت تخص الجزء الثاني من الكلية اللي هو الهندسة الكهربائية. فكان البداية هو هندسة الطاقة الكهربائية المحاضرة دكتور هاشم كانت في تطبيقات تقنة النانو في الطاقة الكهربائية. بعدين انتقلنا للجزء الثاني منها اللي هو كان تطبيقات النانو في الإلكترونيات، والمحاضرة الأخيرة كانت تطبيقات النانو في شيء اسمه هندسة الاتصالات، وهو مجال طبعا عريض جدا وواسع وواعد في مجال الإلكترونيات والاتصالات. نعم، لكن أستاذ زياد، يعني هل هناك مخاطر لتقنة النانو؟ يعني أكيد أي عمل يعني بقدر ما له إيجابيات بقدر ما أنه بده يكون في له سلبيات أو مخاطر. بس بالنسبة لتكنولوجيا النانو هي تكنولوجيا حديثة كتير، لكن يعني من خلال بعض الدراسات والتجارب اللي أجروها على بعض فئران التجارب تبين أنه ممكن تأثر هي على الأوعية الدموية وممكن تشكل أمراض قلبية، بالإضافة لذلك نتيجة صغر هذه الجسيمات المتناهي ممكن أنه هذه الجسيمات تدخل على الأنسجة الرئوية وتعمل لنا مشاكل تنفسية، بالإضافة لأنه ممكن تتوضع خلف جهاز المناعة. في احتمال إصابة بمرض السرطان من وراء تقنية النانو؟ ممكن جدا، يعني لذلك يعني هي تكنولوجيا حديثة، لكن نحن اللي بنعرفه يعني أنه هذه التكنولوجيا صحيح بلشت بالتسعينات بشكل عملي، لكن إلا أنه العلم يسعى بشكل أو بآخر لإيجاد العلاجات الكفيلة أو إيجاد الحمايات اللازمة لحتى ما ننصاب بأمراض أو ما يصير معنا مشاكل أثناء تطبيقها، لأنه مثل ما حكينا الصغر المتناهي لهذه الجسيمات ممكن أن تفوت إلى أماكن كثيرة، يعني ممكن تخترق الجدران الأوعية المغذية للدماغ. فبالتالي يعني أكيد العلم عم يسعى لأنه يوجد الحلول المناسبة للتخفيف من الآثار الجانبية لهذه التكنولوجيا. دكتور، بما أنه عم نحكي عن أضرار تقنية النانو، ممكن تحكي لنا عن الفوائد وبشو بتفوت؟ بنعرف بالصناعة والطب وبكل شيء ممكن تفوت تقنية النانو. حقيقة هو دائما كل المجتمعات لها ثلاث أهداف عادة، اللي هي الصحة، الغذاء المستدام، التعليم. فأحيانا إذا نحن أخذنا طبعا هدول كلياتهم نحن بحاجة إلهم لمراقبة. فأحد التطبيقات الهامة اللي بيحكي فيها هي إنه كل هالأشياء ثلاثة نحن حتى نحققه لازم نراقب. راقب معناته لازم نقيس، نقيس معناته بدنا نحن شيء اسمه حساسات لحتى تتحسس لها القيم هي وناخذ قيمها. فواحدة من التطبيقات الهامة جدا اللي هي التكامل بين هالحساسات اللي هي الإلكترونيات النانوية وما بين أجهزة الموبايل اللي احنا نمشيلها، من خلال هالحساسات هي نحن نشوف حرارته للإنسان، نشوف ضغطه، فبتم دائما نشوف الغازات اللي حوله هو ممكن يكون في بيئة ملوثة تقيسها. فهذا التكامل اللي هو نسميه نحن بين الإلكترونيات والاتصالات والنانو طبعا اللي بيخلي هالتجهيزات هي المتناهية في الصغر تنزل بتجهيزات مثل تجهيزات الموبايل، فبتم مراقبة كاملة لصحة الإنسان، مراقبة للغذاء، مراقبة لكل شيء هو ممكن يعمل أو يكون مصدر قلق للإنسان. هذا بشكل أساسي يعني اللي نحن إن تقنية النانو بتفوت بالصناعة والطب والزراعة والهندسة والطاقة، شو رأيك بهالحديث؟ طبعا هي مو بس هدول، لسه كمان في تطبيقات تانية وممكن احنا نعد فيهم عدد ضخم جدا يعني منهم، بس البداية كانت هي الإلكترونيات، لأنه أنت بالنهاية بدك تعمل عنصر إلكتروني، العنصر الإلكتروني هو الأساس لحتى أنت شو تعمل تكتر هالتطبيقات اللي موجودة. طبعا هذا ما بيمنع مثلا احنا إذا أخذنا السيف الدمشقي يعتبر هو تطبيق نانو من أقدم التطبيقات النانو أو تقنة النانو. إذا أخذنا حتى القماش الدمشقي القديم يعتبر هو حتى هو أحد تطبيقات النانو. فتطبيقات النانو هي ليست محصورة في مجال واحد، هي مجال عريض جدا تدخل في كل مجال الحياة. طبعا هذا له تفسير، يعني إذا نحن فكرنا فيه شوي، ما نحن نعرف المواد مرة تانية بأكد عليها أنه هي ذرات، فلما نحن ننزل للمستوى اللي هو مستوى الذري فعناته أو مستوى أصل المواد بشكل عام أو أصل المادة أو أصل العالم المادي،
فمعناته المبادئ الفيزيائية والقوانين الفيزيائية تتوحد. أما نحن طول ما نحن في الأبعاد الكبيرة نسبية اللي نحن بنعرفها القوانين الفيزيائية مختلفة، أما إذا نزلنا للمستوى النانوي أو المستوى الذري تتوحد كل هذه القوانين وهذه المبادئ تتوحد مع بعض البعض وتطبق على جميع المواد وعلى جميع التطبيقات. فمن هون يمكن هذا السر في أنه تقانة النانو هي مطبقة على جميع العلوم بغض النظر طب، صيدلة، زراعة، زراعة، في كل شيء يعني. يوم يعني أستاذ زياد إذا بنحكي شوي عن نقابة المهندسين، شو الدور اللي عم بتقوم فيه نقابة المهندسين ضمن فعاليات جامعة دمشق؟ احنا مثل ما حكينا بالبداية انه احنا كنقابة مهندسين دورنا يبتدئ بعد الجامعة اكيد، ودورنا الاهم انه نحن اي نشاط بتقوم فيه الجامعة هذا النشاط نحن عم نتبناه وعم نحاول بشكل أو بآخر نساهم فيه. والدور الأهم لنا نحن بنشاطات الجامعة أو بالتكمير استكمال المسيرة العلمية يتجلى من خلال الاستمرار بعمليات التدريب والتأهيل، بأنه نحن في عنا علوم بالنتيجة عم نتلقاها من خلال الجامعة، لكن هذه العلوم أغلبها نظري. نحن لحتى نطبقها أنت لا بدك من عمل مهني، عمل حرفي. هذا العمل يتجلى من خلال الدورات التدريبية اللي عم تقوم فيها نقابة المهندسين، من خلال فتح ورشات عمل عم تأكد من خلالها على العمل الهندسي، على يتم من خلالها البحث عن مخرجات للعمل، البحث عن ساحات عمل لزملائنا المهندسين. يعني نحن ما لا شك فيه أنه كثير عنا من زملائنا عم يتخرجوا من الجامعات، كثير من زملائنا عم يسعوا لأنه يعملوا. فنحن كنقابة عم نحاول قدر الإمكان تأمين ساحات عمل، عم نحاول كنقابة ننسق بيننا وبين الجامعة، لأنه نحن النقابة هي الرابط بين، هي الحلقة اللي بتربط بين الجامعة وبين المجتمع. فالنقابة الواقع لها دور كتير كبير، لأنه أنا هذا العمل اللي عم هذا العلم، العلوم النظرية اللي أنا عم باخدها، إذا ما تم استثمارها بالمجتمع تبقى علوم نظرية. فبالتالي هون بيبرز دور النقابة وهون بيبرز دور المهندسين. يعني نحن نعرف يعني اي عمل، يعني بنلاحظ حاليا نحن قاعدين بهذا الاستوديو اكيد في مهندسين، في فنيين، فالهندسه لها دور كثير كبير. ونحن مثل ما قلت لكم كنقابه كثير حاليا عم ننسق مع الجامعه، وقمنا من فتره باشتراخة مهندس كان الغايه منا هي استيعاب زملائنا الخريجين الجداد ورسم خارطة الطريق لهم لما ينتظرهم بالمستقبل. تم من خلال استخدام مجموعة كبيرة من الدكاترة والمهندسين لإعطاء فكرة عن هذا العمل. هلا دكتور، إذا حنعرف أهم النتائج ومخرجات الورشة. الورشة اللي هي كانت ممكن نسميها نحن تجميع لكل الهيئات اللي بتشتغل بتقانات النانو، امبارح كانوا موجودين بالورشة، وبالتالي هذا سمح للدرجة الأولى للتعرف على الناس مع بعض اللي بيشتغلوا أو مهتمين في النانو. هي فائدة أولى. الفائدة الثانية للطلبة اللي هي ممكن كان هو يسمع عن القصة، فمبارح هو كان عنده خلال يوم كامل بدءا من نقطة الصفر الفيزياء انتهاءا بالتطبيقات حسب اختصاصه، وبالتالي هو كان عنده لوحة كاملة ضمن هالورشة هي انه يشوف دراسة كأنه أو محاضرات مكثفة في هذا المجال. الشيء التالي اللي هو كانت المناقشة، فحيث كان في نقاش انه نحن كيف لازم نتابع المرحلة التالية، فكان في اتجاهين. اتجاه اول انه ينعمل مخبر مركزي يضم فيها كل التجهيزات الخاصة بتقانة النانو للاستفادة، لاستفادة الباحثين منها، هذا ناحية. الناحية الثانية كان في تفكير حقيقة انه يكون في عنا خلق لشيء اسمه أو إنشاء ما يسمى باختصاص تقانة نانو، يعني بيطلع عنا خريج هو اختصاص تقانة نانو، يعني هو ما بيشتغل بميكانيك ولا بيشتغل كهرباء ولا بيشتغل بناء، هو بيشتغل تقانة نانو. فحيثاً هذا كلام، طبعاً في خريجين من قبل، أنا بعرف إنه في أحد البرامج بتخرج حوالي 20 سنة هذا موجود هيك برنامج،
الآن نحن نطمح أنه ينفتح هيك اختصاص. يعني دائما الجامعات السورية بتسعى دائما لاستقطاب كل تطور علمي. نحن بنشكركم، بنشكر الجهود اللي عم تبذلوها ونورتوا صباحنا. تسلمي، شكرا لكم كثير لوجودكم معنا.